دكتور فيما يتعلق بموضوع خطان المجلس اليوم رفض يعني مناقشه هذه القضيه خاصه هذا الموضوع ربما منجز في لجنه المرافق او اللجنه المختصه لم يناقش ورفض مناقشته غدا يعني. جزاك الله خير على السؤال. يعني ابتداء خلينا نوضح اولا ان مشكله خيطان اليوم مشكله الاف من المواطنين الكويتيين. قصرت الحكومات المتعاقبه في حقهم واجرمت الى ان اصبحت المنطقه منطقه عماله عازبه انتشر فيها اليوم الخطف والاغتصاب والقتل والسرقات والناس لا يامنون انفسهم فضلا عن الزحمات المروريه فضلا على كل اشكال المعاناه. لذلك لا الحكومه تقدمت بحلول ولا المجلس البلدي قبلت حلوله لما قدم اقتراحات رفضتها الحكومه. ولا نواب المجلس الحالي منعوا من الشر اللي تزايد اليوم، تقدم له اقتراح قانون لعالجة المشكلة. ولما انجزته اللجنة المرافق صارنا سنتين احنا في هذا الامور. وقعت 40 نائب هذه اسمائهم. لاستعجال مناقشته ثلاث جلسات من المجلس الماضي اقدمه كل ما قدمته فقد النصاب. اليوم لما اصبح في نصاب وقدمناه لتحديد موعد للنقاش. ومن حق النواب أن يبدون أن في مشاكل في مناطق ثانية ونحن معه وهم مواطنين كويتيين ولا عندنا مشكلة لو أريد أن يضاف للتقرير، لكن بالأخير ما في تقرير منجز يعالج هذه المشكلة بالنسبة للمناطق الثانية. لذلك المؤلم اليوم أن المجلس وقف كثير من النواب حقيقة، وأنا أقول منهم الصادق ويتحسس مشاكل منطقته، لكن بهذا الأسلوب أراد رفض المناقشة حتى يدخل مناطق. اليوم تأجل نقاش خيطان ولن تناقش مناطقهم أيضا، فش اللي حصلنا عليه؟ فلذلك قلنا يا جماعة خلوا الموضوع على نفتح نقاش غدا واقترحوا ما تقترحون. ثم المؤلم أنه يحظى بالتصويت 27 موافق لتحديد موعد النقاش غدا و27 رافض وواحد ممتنع وسقط الاقتراح. 13 نائب من الموقعين الأربعين أنت موقع على استعجال طلب النقاش تراجع في هذا الشأن. لذلك حقيقة مع الأسف أقول يا أهل خيطان اليوم رأيتم بعيونكم وحقكم أن تحاسبون النواب، لأن كل نائب في المجلس يمثل الأمة وبالتالي أنتم جزء من هذه الأمة. كنا نعتب على الحكومة ونحملها مسؤوليات كاملة، اليوم نعتب على مجلس الأمة الذي لم يقبل تحديد موعد نقاش آلام المواطنين ولم يحقق ما سعى له البعض بإدراج بعض الاقتراحات بعض المناطق في هذا الاقتراح. لذلك كنا نتمنى أن يناقش هذا الأمر، لكن مع الأسف اليوم المجلس خذل أهل خيطان وحسبي الله ونعم الوكيل. ونطلب منهم اليوم نطلب منه لن نكتفي بهذا الأمر، وسبق أن وجهنا مناشدة لسمو الأمير للتدخل في هذه في المعالجة، وما وعد به وزير الدولة مجرد كلام بكلام ولن يحظى بقبول، وصار له 4 سنين في مثل هذا الأمر. لذلك سنتابع هذا الأمر ولن نكل ولن نمل ما دامت بأرقامنا الأمانة والمسؤولية، لكن في نفس الوقت حقها الخيطان علينا اليوم أن يرون بأعينهم، ونتمنى أن يرون الجلسة ونصرح مثل هذا التصريح شاكرين ومقدرين لكم هذا السؤال لأنكم حملتوا موضوع خيطان من قبل، وسبقا جاءت الوطن وجالت في المنطقة وصورت أكثر من مرة وأكثر من برنامج وأكثر من لقاء تلفزيوني حظيت به. اليوم مع الأسف أن تصبح نهاية هذا الأمر أن نرفض نقاش القانون. تسلم.